السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنبتدي مع بعض أول محاضرة من محاضرة 3D. وفي الحقيقة أنا قبل ما هبدأ أشرح قبل ما نبدأ مرحلة الموديلنج في التصميم اللي احنا اتفقنا عليه، هشرح للناس شوية حاجات كده في الإضاءة، علشان في ناس كتيرة قوي بتعاني من حتة الإضاءة. جايز اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي هو حاجة في ناس عارفاها وفي ناس ممكن تتصدم منها، ان موضوع ظبط الاضاءه حاجه بسيطه جدا مش صعبه. فخلونا الاول هنتكلم على شويه حاجات كده في الاضاءه. انا في الحقيقه لما باجي في شويه صور كده عايز اوريها لكم، علشان انت تكون راجل تكنيكال او بروفيشنال او في الاضاءه، انا بالنسبه لي انت لازم تتفرج كتير، لازم تتفرج كتير على صور في كل المود، يعني انتيرير واكستيرير، نهاري وليلي، في كل الاوقات. طيب هيفيدني بإيه ان انا بتفرج؟ بيفيدك ان انت عينك بتلقط اللقطه الحقيقيه وبتبدا تحاول تحاكيها في 3D. الاضاءه يمكن لعبتها شويه مش بتعتمد على مصدر الضوء بس اللي داخل، الإضاءة تعتمد على مصدر الضوء ولون الماتيريال بتاعة الحيطة، وكل حاجة يعني بتضرب في الإضاءة اللي داخلها لك بتأثر على المحيط العام كله للمكان. فلما بنيجي نبص على شوية الصور دي كده، هتلاقي إن في كل صورة من الصور الفوتوغرافي ديت حاجات مختلفة وفيها إضاءة مختلفة، وكل حاجة بتدي، يعني أنا بالنسبة لي إن اللون الإضاءة هو اللي بيدي الإحساس عامة معاك. طب انا ازاي اقدر اوصل للاضاءه الطبيعيه للمكان؟ يعني انا بالنسبه لي لما اجي اشوف اضاءه زي دي، انا خلاص انا عارف ان الاضاءه دي ما بين الساعه 1 والساعه 2:30 مثلا تقريبا الظهر، وده في الشتاء. بالنسبه لي ديت ما بين الساعه 4 والساعه 5:30 مساء. الاضاءه ديت دي بالنسبه لي ان انا متاكد 100% ان في شباك هنا، الإضاءة بين الشباك ده يعني واخد زي بلورينج كده شوية، فمدخل كمية إضاءة عالية قوي. وإيه اللي خلاني أعرف إن الإضاءة عالية؟ لما بتيجي تشوف الشادو اللي ضارب في بلورينج، أعرف إن مصدر الإضاءة اللي جاي الواصلة لك قريب. كل ما مصدر الإضاءة كبر، يعني كل ما مثلا كل ما الشمس قربت للمكان اللي انت فيه، كل ما هتحس ان الاضاءه بتاعتك ناعمه شويه بلورنج، وكل ما بعدت اكتر كل ما هتحسها ان هي شارب اكتر، اللي هي تبقى حاده شويه. يعني دي حاجات اساسيه لازم تحطها كده في دماغك، والحاجات دي هي اللي لازم انت تقدر تشتغل عليها جوه ال 3D. طيب هنسيبنا من الصور دلوقتي وشرحها، نبدا نخش معانا على ال 3D. انا عملت موديل بسيط قوي كده ما فيهوش حاجه، يعني بوكسنج، وفتحته من فوق وحطيت شويه عواميد كده. ان شاء الله انا هرفع البروجكت ده برضو للناس علشان محدش يصمم من اول وجديد، وحطيت 2 سفير بس كده علشان نشرح. طيب ازاي ابدا اظبط الاضاءه بتاعتي؟ انا عايز الوقت بالظبط للمكان بتاعي. يعني مثلا انا شغال في السين بتاعنا، هنجيبه عايزين نعرف مثلا الاضاءة دي هتبقى الساعة كام. يعني اعتقد ان الاضاءة دي وقت تقريبا الساعة من 2 لـ 3 كده، علشان هي فيها اضاءة عالية قوي شوية. طيب ازاي نظبط الموضوع ده؟ خطوات بسيطة قوي. هنفتح 3D. انا هدلت خالص الإضاءة، معلش اعذره بقى علشان أنا عندي طفل رخم شوية. هنبدأ المرحلة بتاعتنا جوه 3D. إزاي أقدر أظبط اللايت بتاعنا؟ هندلت كمان الكاميرا. طيب هندلت الكاميرا كده. أول حاجة أنا هبتدي إن أنا أعمل داي لايت للمكان، والدي لايت ده هو اللي هيبقى العامل الاساسي ان انا اقدر اظبط بيه الفيري لايت الفيري سان لايت بتاعتي. فانا هاجي من التوب كده، اعمل اللايت بتاعي العادي دي لايت، واخش على الموديفاي بتاعه، هشيل الاكتيفيت من السان لايت والسكاي لايت، عذرا معلش. تمام، وهاجي هعمل فيري سان لايت. اوكي اقول له اوكي. همسك معلش، خلينا احنا ما ظبطناهوش العكس. تمام،
هاجي همسك الفيري لايت بتاع فيري سان لايت، واخش على الانيميشن، انيميشن قائمة انيميشن، ونختار كونستريشن، واخش بوزيشن كونستريت. وانا اسف طبعا لو انا بقول الاسم غلط، يعني انا مش حافظ اسماء قوي في الماكس. انا عملت لينك ما بين الفي راي والدي لايت، وهاجي همسك برضو التارجت بتاع الفي راي لايت. انا ماسك انهي واحد؟ تمام. هخش برضو على انيميشن واقول نفس الموضوع، بوزيشن كونستريشن. تمام، انا كده ربطت الفي راي بتاعي بنفس، سوري معلش، ربطت الفي راي بتاعي بنفس الدي لايت. كده بكل بساطه وقت ما اظبط الدي لايت بتاعي، الدي لايت طبعا احنا ناس كتير عارفه ان هو بيظبط لك المكان بالظبط. فعلى سبيل المثال انا هخش على الموديفاي واقول له افريقيا، ومثلا هختار مثلا عشان في السعوديه مثلا، فاختار مكه واقول له اوكي. تمام، طيب انا عايز الاضاءه بتاعتي الساعه كام؟ انا مثلا هقول له انا عايزها الساعه 3 العصر. تمام، لما اجي هعمل ريندر، طب انا في الحقيقه من بعد الفيري 3 ما نزل انا بقيت بستخدم دايما الاعدادات بتاعه الريندر. في ناس كتير قوي قالت لي اهتم باعدادات الريندر، انا بقول لك ريح نفسك، الفيري عمل لك اعدادات ديفولت معاك، اكستيريور انتيريور والاستوديو والفي اف اكس. فانا بصراحه انا بمجرد ان انا بختار الانتيريور، انا بالنسبه لي ان هلاقي كل حاجه مظبوطه. بس احنا هنلاحظ هنا ان الاضاءه عاليه جدا، فخلينا نعمل ريندر. طبعا مفيش حاجه ظاهره قدامنا. هنعمل ايه؟ هنستخدم اهم حاجه في الموضوع ده كله، هو الفي راي فيزيكال كاميرا. وفي الحقيقه انا كتير جدا ما كنتش بستخدم الفي راي فيزيكال كاميرا لحد ما بدات ادرسها، وقدرت اعرف قد ايه هي فعلا مهمه علشان تطلع التصميم بتاعك ريل جدا. يعني نعمل هنا تاني فرونت، عملت لها اكتف في الفيو بورت ورفعتها كده شويه، ونخش على الاعداد بتاعت الفي راي كاميرا. وهنيجي عند الشاتر سبيد. الشاتر سبيد عندي 365، انا مثلا هنخليه هو الديفولت بيجي ينزل على طول 200. تمام، بمجرد ان انا هاجي اعمل ريندر هنلاقي الدنيا اختلفت معانا تماما. شايفين من غير ما اعمل اي حاجه انا بالظبط اداني الاضاءه بتاعت الساعه 3 العصر. طيب في تركايه كده لازم نظبطها. لما تلاقي الاضاءه عندك يعني عاليه قوي، لو عايز تظبطها بالظبط تبقى الريل بتاعها، هنوصل لاكتر منطقه فيها الوايت وهنضغط عليها رايت كليك ونشوف الكرر فلوت بتاعها. يعني هو مديني 2.530، فهاجي عند الشاتر سبيد وهعمل كنترول ان. تمام، وهعمل 200 في احنا قلنا كام، 2.530، اداني 506. هنقول له بيست، نيجي نعمل ريندر، هنلاقي ان الدنيا ظبطت معانا شويه. ممكن نظبطها شويه نخليها مثلا 300 او 350، ولو جيت تعمل ريندر تاني هتلاقي الدنيا ظبطت اكتر. ما اعتقدش ان في حد بعد كده ممكن يعاني مره تانيه من موضوع الإضاءة إذا كانت داخلية أو نهارية، لأن الموضوع بالنسبة لنا كده بسيط جدا. طيب الحاجة التانية بقى اللي أنا هتكلم عليها في الفيري سانلايت، خلينا نجيب كده الفرونت، نجيب الإضاءة بتاعتنا. طيب اتكلمت من شوية قلت إن كل ما حجم الإضاءة كبر كل ما كانت الشادو بتاعنا بقى بلورنج شوية، وكل ما حجم الإضاءة صغر أو اللي هو بالمعنى الأصح بقى بعيد كل ما هتلاقي إنها شاربة شوية. طب دي نقدر نتأكد من الكلام ده إزاي؟ عندنا حاجة كويسة جدا هنا اسمها السايز مالتبلاي. لو أنا جيت عليت مثلا السايز مالتبلاي ده خليته 10، هنبص هنلاقي
ان المساحة بتاعت الشمس بتاعتي كبرت. لو جينا عملنا الريندر شوفوا ايه اللي هيحصل، ادت لنا النتيجة اللي احنا بنتكلم عليها، بقت اضاءة الشمس بتاعتنا بلورنج شوية. ولو احنا رجعناها تاني للقيمة واحد، هي طبعا بتبتدي من واحد لما فوق، واحد بتبقى ده الشرب قوي، رجعنا معانا للشرب. فلما بتيجي تصمم، لما بتيجي تعمل التصميم بتاعك، لازم تشوف الاول، لو انت مثلا بتحاكي صورة واقعية لازم تشوف الاول مثلا على سبيل المثال هنا الاضاءة اللي داخلة عاملة ازاي. الاضاءة دي عالية، فانا اعتقد لو احنا عملنا نفس المكان ده وادينا له الاضاءة بالظبط اللي احنا عملناها دلوقتي هيدينا نفس الناتج. وبتبدأ مع شوية محاولات كده بسيطة هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. لما لو احنا جينا دخلنا على الدي لايت، طب انا عايز الدنيا اغمق شوية، بكل بساطة هنخش هنا ونقول له اديني مثلا وقت الساعة 6 المغرب، وهنعمل ريندر. بس من غير ما اعمل اي حاجة هي اوتوماتيك ظبطت لي الدنيا. لو جيت رجعت، لو خليت برسبكتيف كده ورجعت علشان اشوف الانفايرومنت معايا، اه معلش احنا نرجع للكامل. نمسك الكاميرا كده نرجع بيها لبره ونعمل ريندر. شايفين هو اوتوماتيك بيظبط كل حاجة. لو جينا خليناها الساعة 9 بالليل مثلا، شايفين اوتوماتيك هو مظبط كل حاجة اوتوماتيك من غير ما نعمل اي حاجة. لو خليناها الساعة 4 الفجر نلاقيها مثلا، ناخد 6 كده، شايفين وقت الشروق. فأي حد بقى بيعاني من الإضاءة ما أعتقدش إن أنت بعد كده هيبقى ليك حجة إن أنت تقدر تظبط إضاءتك. فدي كانت كام نقطة لازم نتكلم عليها قبل ما نبدأ نخش في الموديلينج وفي أي حاجة، علشان الناس اللي كانت بتعاني من الإضاءة حاول تمسك الديزاين بتاعك من أول وجديد وابدأ جرب فيه، وصدقني إن شاء الله مش هتلاقي أي حاجة بعد كده صعبة وهتتفاجئ من النتائج بتاعتك يعني. أتمنى إن شاء الله المحاضرة تكون عجبتكم، وإن شاء الله المحاضرة الجاية هنبتدي مرحلة الموديلينج، وأشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.